لننطلق في خط مستقيم، خط المستقبل، خط التنمية، خط العمل، ملفات الفساد، ملفات تردي الخدمات، ملفات الفشل في إدارة شؤون البلد. اليوم الرقيب أصبح بحاجة إلى رقيب. إذا كانت المواقف السياسية ثمن، وكان هذا الثمن هو حفظ الكويت، حفظ الشعب الكويتي، فأنا أول من يرحب بدفع هذا الثمن مهما كان.